ونروح لملف خاص بقناة السويس، أهم مجرى ملاحي في العالم، لأن امبارح كان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واطلع سيادته على معدلات حركة الملاحة في قناة السويس خلال عام 2021-2022. وفي الحقيقة خلال اللقاء تم عرض جهود الهيئة في توطين صناعة سفن ومراكب الصيد، وكمان وجه سيادته بتطوير تلك الجهود لإنتاج مراكب صيد بتستخدم محليا لصالح فئات الصيادين في البحيرات المصرية. خلونا نقرب أكتر من الموضوع ونعرفه بالتفاصيل من سيادة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة سويس اللي مشرفنا على التليفون. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم، أهلا وسهلا. يعني سيادة الفريق امبارح كان اجتماع غاية في الأهمية مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عاوزين نعرف أهم ما جاء في هذا الاجتماع مع السيد الرئيس. شوفوا حضرتك، الاجتماع كان فيه ثلاث محاور. المحور الأول كنا بنتكلم على حركة الملاحة خلال السنة السابقة والمعدلات اللي احنا حققناها، وبنتكلم المحور الثاني كان على تطور القطاع الجنوبي، والمحور الثالث على استراتيجية الهيئة في تطوير سياحة اليخوت. فدول الثلاث محاور اللي احنا اتكلمنا فيهم امبارح. طيب طبعا برحب بحضرتك، يعني وبعد التحيه خليني اهلا بحضرتك يا فندم. يمكن كمان من ضمن مجريات الاجتماع امس يا فندم انه سياده الرئيس تحدث انه يعني يجب الا يتم الاعتماد فقط على المجرى الملاحي، وانه يكون كمان في ادخال صناعات وخدمات اخرى. ايوه صحيح طبعا، احنا كنا بنعرض موضوع السياحه اليخوت دول، كنا احنا اساسا برضو زي ما سيادته كان وجه ان احنا لازم نشتغل مع القطاع الخاص. كنا احنا عملنا يختين للسياحه مع شركه قطاع خاص، شركه ترسانة الجنوب البحر الاحمر في سفاجة، واليختين خلاص اتنفذوا واحنا استلمناهم، ودي كانت بدايه شراكه ما بيننا وبينهم. كنا بنستعد سياده الرئيس ان احنا نشتركوا معاهم عشان نبيع اليخوت دي ونصنع يخوت اخرى تتباع او تصدر للخارج، لان دي صناعه مصريه بتتعمل في مصر، فدي توطين لصناعه اليخوت وبتتعمل بايدي مصريه في ترسانة الجنوب البحر الاحمر في سفاجة. فدي ده كان بدايه الموضوع، ان احنا شغلنا مع القطاع الخاص. برضو تطوير المراين هيبقى برضو مع القطاع الخاص، في المراين اليخوت في الاسماعيليه وبورسعيد والسويس مع القطاع الخاص، بحيث فعلا زي ما حضرتك قلتي ان بس ما نعتمدش على المجرى الملاحي، لان صناعه اليخوت دي جزء منها هيتعمل في الترسانات بتاعتنا، في ترسانة بورتوفيق في السويس، جزء يتعمل في ترسانة بورسعيد. يعني هنشغل الترسانات بتاعتنا والشركات، بحيث برضه يبقى احنا ايه بندخل دخل تاني غير الدخل اللي بيخش عن مجرى قناة السويس. كان في نقطة كمان أخرى يا فندم، وهي تمويل السفن بالغاز. تمام. هو كان سأل طبعا، قال لي احنا شغالين فيها، طبعا دي تبع الهيئة الصناعية، كده هم شغالين في المشروع ده وتقريبا يعني يمكن في نهاية المشروع في شارع بورسعيد التموين بالغاز. نعم. سيادة الفريق، يمكن أهم ما يميز قناة السويس هي فكرة العائدات أو الإيرادات التي تحققها القناة والتي ترتفع سنة بعد الأخرى. لو بنتكلم على العام الماضي فقدرنا أن احنا نحقق بحسب التصريح الخاص بحضرتك 7 مليار دولار عائد مقابل 5 مليار فاصل 8 من 10 أو 800 مليون دولار في العام الماضي، ونسبة مرور السفن ارتفعت بنسبة 16%. فعاوزين نعرف عن الخطط اللي بتقوم بيها الهيئة علشان تقدر اللي هي سنة بعد سنة تزود هذه الإيرادات. هل هي حوافز أو لا؟ هي بداية الأول المجرى الملاحي. نعم. إن أنت يبقى عندك مجرى ملاحي جاهز لاستقبال جميع أنواع السفن، يمكن هحولها دلوقتي جاية بعد كده، إن إحنا نجحنا في عبور سفن عملاقة ما فيش تعبر منها. فالأول يبقى أنت عندك مجرى ملاحي يسع إن تعبر فيه جميع السفن بسلام. صحيح. يبقى نمرة اثنين الأسطول البحري، دي الحاجات اللي هي كان سيادة الرئيس اول ما توليت الاستراتيجيه بتاعت الهيئه كانت صد عليها، بدايتها تطوير المجرى الملاحي، ثانيها تطوير الاسطول البحري، ثانيها الثالث حاجه القائمين بالاعمال دي بقى، يعني المرشدين وعمال نباط وعمال الاطارات والحاجات دي، يبقى برضه على مستوى عالي من الكفاءه. ده اللي احنا اشتغلنا عليه خلال الثلاث سنوات دول. طورنا المجرى الملاحي طبعا، بنعمل دلوقتي في القطاع الجنوبي. قبل القطاع الجنوبي كنا بنعمل جراشات، يعني كان في جراشات في قناة السويس القديمة، ما كانش في قناة السويس الجديدة، عملنا خمسة في قناة السويس الجديدة. الجراشات دي مقصود بيها ان السفينة لا قدر الله لو حصل فيها عطل اقدر اسحبها واحطها في الجراش تتصلح لغاية عشان ما اعطلش الكونفوي اللي وراها. برضه ال 16 نقطة مراقبة اللي موجودين بطول القناة على المجرى، يعني اتطوروا كلهم دلوقتي، بقى شغالين بالتحول الرقمي، وبقى اتصالهم بالابطال بتاع المركب مباشرة ودايركت، الحجز بقى الكتروني،
يعني خدمات كمان انت بتقدمها للمراكب حجز هنا يا سياده الفريق. يعني اسمح لي عاوز برضو نتكلم على التدريب ونماذج المحاكاه اللي بتحصل اول باول وفكره الاعتماد على التكنولوجيا والتغير التكنولوجي اول باول. يعني طبعا احنا تمينا برضو بموضوع التدريب، احنا عندنا اكبر مركز محاكاه موجود في الشرق الاوسط، زودناه حطينا فيه، يعني هو كان مكسور بس على تدريب المرشدين على المراكب اللي هي بتعبر في قناه السويس، زودنا فيه تدريب للقباطين القاطرات، زودنا فيه تدريب لعمال الكركات، زودنا فيه تدريب لمكافحه التلوث، نقطه زيت في قناه السويس او اي مشاكل في قناه السويس من التلوث، برضه زودنا فيه الخرائط الالكترونيه، يعني قصدي بقى في حوالي خمس اقسام للتدريب في مختلف الاقسام اللي ممكن تشتغل مع قناه السويس. بنرفع مستوى العاملين بالموضوع ده وبنختبرهم وبننقلهم من حموله لحموله عن طريق السيميليتور. في ناس بتجي لنا من بره اجانب ومن الدول العربيه عشان يتدربوا معانا في هذا السيميليتور. سياده الفريق، يعني بما ان حضرتك معانا الحقيقه عايزين نعرف من حضرتك لاي مدى اثرت الحرب الروسيه الاوكرانيه على حركه الملاحه في قناه السويس تحديدا في الفتره الاخيره؟ والحمد لله احنا كنا بنتكلم ان هيبقى من الاول خالص احنا عارفين ان هيبقى في اثار ايجابيه واثار سلبيه، لكن ما كناش عارفين اني كفه ممكن تتغلب، لكن الحمد لله احنا الكفه الايجابيه هي اللي تغلبت. زي ايه بقى؟ ان احنا طبعا الغاز والبترول اللي اتمنع من روسيا يروح اوروبا اصبح بيجي من الخليج او اصبح بيجي من الجنوب، وبالتالي اصعب طريق ليه انه يمر في قناه السويس، وبالتالي حاجات لنا سفن باعداد اكبر مما كانت بتعبر قبل كده لموضوع الغاز والبترول، ودي عشان كده احنا يعني العائد يمكن زاد في الفتره دي، يعني نتيجه سفن الغاز وسفن البترول. يعني فبرضه القمح والحديد والحديد اللي بتروح شرق اسيا من روسيا واوكرانيا بقت اصبحت بتتحرك تيجي من امريكا ومن استراليا، برضه ادينا حوافز ليها عشان تخش في قناه السويس. فاحنا قدرنا برضه نتعامل مع هذا الحدث ان احنا ناخده في مصلحه قناه السويس، ان ندي حوافز، ندي خدمات جيده، نتعامل مع العملاء بما يريدون مش بما احنا نريد، فده ادانا اولويه في ان احنا عندنا العبور اكتر يعني. طيب سيادة الفريق، يمكن المحور الثالث من محاور الحديث مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماع امس كان تطوير القطاع الجنوبي، ويمكن ده اعمال التطوير اللي صد عليها السيد الرئيس لحضراتكم علشان يتم انجازها في اسرع وقت ممكن. عاوزين نعرف القيمه المضافه اولا اللي هيحققها القطاع الجنوبي بمجرد دخوله في الخدمه، ونسب الاعمال والفتره الزمنيه اللي من المفترض يتم انتهاء تطوير القطاع الجنوبي فيها. طيب انا هقول لحضرتك، طبعا القطاع الجنوبي احنا شغالين في ال 40 كيلو اللي هم من كيلو 122 لكيلو 162 لغايه مخرج السويس، يعني بنعمل فيهم الاول حاجه في 10 كيلو في بحيرات المره الصغرى من كيلو 122 لكيلو 132، ده بنعمل فيهم ازدواج، الجزء ده ما كانش فيه ازدواج، 10 كيلو دول ما كانش فيهم ازدواج، بنعمل ازدواج بعرض 292 متر، يبقى عندنا قناتين كل قناه عرضها 292 متر والاعماق بتاعتها هتوصل ل 27 متر، اكبر من العمق اللي كان موجود في قناه السويس الجديده اللي احنا هنزوده دلوقتي من 24 متر ل 27 متر. طب ده هيعمل لنا ايه العائد او القيمه المضافه؟ هيسمح لنا ان احنا نزود عدد السفن، يعني بيبقى عندنا قناتين يسمح ان احنا نزود عدد السفن داخل المجرى الملاحي ست سفن عن ذي قبل، وده مهم جدا ان اعداد السفن زي ما حضرتك كنت ذكرت قبل كده ان اعداد السفن زادت يعني 16% تقريبا 22 زادت، يعني معديين 22000 سفينه. فمحتاجين عدد سفن يبقى موجود جوه القناه اكبر من اللي بيبقى متواجد عشان ما نعطلش، يعني تفضل ال 11 ساعه هي. فده هيسمح لنا بزياده السفن ست سفن، ده رقم كويس. بعد كده 30 كيلو التانيين من كيلو 132 لكيلو 162 جنوب احنا بنعمل توسعه لجهه الشرق 40 متر، وبنعمل تعميق من 24 متر ل 27 متر او من 66 قدم ل 72 قدم. ده هيسمح بايه؟ هيسمح تحسين حركه الملاحه في الجزء السيء ده اللي هو فيه انحرافات كتير جدا وفيه التيار بيأثر فيها قوي لان الجزء ضيق. هيسمح لنا ان احنا نزود نحسن حركه الملاحه بنسبه 28%. فتحسين ده هيشعر به الاباطين بتوع المراكب ان الكيرفات قلت وتاثير التيار على الدفه قل. ده المردود اللي هيبقى موجود، يعني ان احنا جزء منه يسمح لنا ان احنا نزود عدد السفن وجزء لخدمه العملاء ان يشعر ان الملاحه تحسنت في هذا الجزء. سيادة الفريق، زي ما حضرتك تحدثت انه يمكن الأزمة الروسية الأوكرانية وظروف تانية أدت إلى ارتفاع الملاحة في قناة السويس
بشكل كبير وعبور الحاويات والسفن بشكل كبير جدا الحمد لله. بس كمان يمكن ارتفاع عبور السفن او عدد عبور السفن ده خلانا برضو نقيم نفسنا، فعايز اعرف من حضرتك مع ارتفاع عبور عدد السفن وايضا مع زي ما كنا بنتكلم على تطوير القطاع الجنوبي للقناه وتطوير الخدمات، شايف حضرتك دلوقتي واحنا بنقيم ما حدث في اهم مجرى ملاحي في العالم قناه السويس، احنا وقفنا فين؟ التطويرات اللي حصلت دي ادت لايه كمان؟ لا هي من ناحيه ادت طبعا، يعني مثلا في ارقام، يعني مثلا احنا في 6 اغسطس 22 احنا في اعلى معدل العبور للسفن 89 سفينه. ده اعلى رقم يعني ما كانش موجود. احنا عايزين برضو نقول ان كانت قبل كده في قناه السويس القديمه كان بيعدي 40 سفينه 42 سفينه، يوم ما يعدي 50 نقول يعني في، يعني عايزين نقول قناه السويس جديده برضو عشان ما ننساش هي طوق النجاه لقناه السويس. حققت ارقام ضعف الارقام اللي كنا بنحققها قبل كده، فدي كانت مهمه جدا. برضو عايزين نقول ان احنا في ثمان سفن عملاقه اول مره تعدي، ودي من الحاويات العملاقه اللي هي حمولتها 224,000 طن ما كانتش تعدي قبل كده، وشايله حاويات 24,000 حاويه والغطس بتاعها 16 متر 30 سم. برضو الارقام دي ما كانتش تعدي، في 8 منهم تابع شركه ايفر جرين عدت في قناه السويس، ودي برضو نجاح لينا ان احنا بنأدي الكلام اللي هو اللي احنا عليه ده. فدي يعني قصدي اللي احنا اللي بنعمله اللي بنلاقي ليه مردود، بنلاقي عدد سفن جديد، بنلاقي سفن جديده ما كانتش بتعبر قبل كده بتعبر، ثقه في القناه. وبرضه عايز اقول بقى حاجه ثانيه، برضه احنا يوم الاربعاء اللي فات كان في حادثه صحيح جنوح سفينه يعني 64,000 طن مركب بترول، وجنحت نتيجه عطل فني فيها في الدفه او في وسائل التوجيه، واحنا تعاملنا مع الموضوع بسرعه وسهوله، يمكن الناس ما لحقتش في ساعات معدوده صحيح، خمس ساعات كنا مخلصين الموضوع الحمد لله، والسفينه بقى كمان خرجت سليمه برضو، ما لم تصب بحاجه، ما حصلش فيها تدمير في اي جزء، الطاقم سليم، البضاعه سليمه، دي برضو يعني احترافيه في الشغل، دي بتدي ثقه حتى للي هم بييجوا يعني يجي يمر في قناه السويس بيبقى مطمن ان اولا هياخد احسن خدمه واسرع خدمه، 11 ساعه بيعدي على طول، وان لو قدر الله لو حصل حاجه هيلاقي ان في ناس جاهزه، في جاهزيه في الموضوع. يعني كانوا بيسالوني امبارح ايه السر بتاع السرعه دي؟ قلت لهم الجاهزيه، في قطارات عندنا جاهزه والخدمات موجوده عليها 24 ساعه عشان لو في حادث تقدر تنتقل اليهم، متوزعين طول القناه بحيث نقدر نتعامل مع اي حدث. الجاهزيه والخبره يا فندم. طب معلش الخبره طبعا معلش خليني ارجع مع حضرتك لنقطه تحدثت عنها هي مهمه جدا، وهو تطور السفن ان كان في احجامها زي ما حضرتك تحدثت او ما الى ذلك، بس ده معناه انه كمان احنا لازم نكون في تطور مستمر مظبوط؟ تمام. ما احنا القطاع الجنوبي اللي احنا بنعمله ده احنا بنزود العمق يعني مش بس العرض، انا بزود كمان في الغاطس، بس لو سفينه في لغايه دلوقتي ما فيش العمق اللي يعني احنا اللي عندنا القناه السويس ده تستوعب كل السفن العملاقه يعني، لكن برضه احنا بنزود عشان يبقى في امان اكثر. حضرتك الست فريق بتتكلم ان العمق الجديد في القطاع الجنوبي هيكون 27 متر وفي بقيه القناه تقريبا 24. ده بيتناسب مع الغواطس الجديده للحاويات الكبيره؟ طبعا. انا بقول لحضرتك يعني احنا دلوقتي يعني القناه ممكن تستوعب كل سفن الجيل الرابع اللي ممكن تكون بيفكروا يعملوا، يعني لغايه دلوقتي كل اللي موجود احنا بنقدر نستوعبه. نعم. خلينا اتفضل. نعم اتفضل اتفضل يا استاذ الفريق. لا يعني بقول فاللي احنا بنعمله من كل من اللي احنا التطوير اللي بنعمله التدريب زي ما حضرتك قلت والاسطول والخدمات صحيح. اللي احنا بنقدمها والحوافز كل ده عشان خدمه ان اجيب سفينه جديده. ما انا لو فضلت ثابت على ان انا بقى يعني خلاص انا القناه كويسه اهي يخش لي 60 سفينه في اليوم وانتهينا على كده، يبقى انا مش هتطور مش هتطور ومش هواكب صناعه السفن المتطوره اللي بقت تعتمد على حاويات كبيره في الحجم. تمام. ومش هوصل للدخل اللي انا عايزه او ان انا ازود الدخل، يعني هيفضل هو ماشي كويس او ماشي، لكن احنا كل اللي بنعمله بعيني عليه مركب جديده ما كانتش بتمر في قناه السويس لازم تخش قناه السويس باللي انا بعمله، هو بيبص عليا بيشوفني انا بعمل ايه والناس اللي بتمر بتدي له التجربه اللي حصلت ايه اللي حصل والمرشد اللي قبله كان عامل ازاي والناس اللي بتتعامل معايا بتشتغل ازاي، كل دي حاجات لازم احنا بنعملها عشان دايما عيني بقول على حضرتك على مراكب جديده ما كانتش بتمر عشان ازود العدد وازود العدد. صحيح. طيب سياده الفريق، يمكن حضرتك تحدثت مع زميلتي جمانه على فكره ان الازمه الاخيره اللي حصلت منذ يومين تقريبا في جنوح السفينه كان في فن اداره ازمه يعني موجود على اعلى مستوى وجاهزيه على اعلى مستوى، نقدر نقول ان ده كان يعني درس مستفاد في ازمه جنوح السفيره ايفر جيفن وخلتنا دايما على اهبه الاستعداد؟ طبعا. اللي ما استفدش من الحوادث ومن الاخطاء والحاجات دي ما بنتعلمش، كلنا بنتعلم ونبدا نتعلم على طول. طبعا صحيح. كان عندنا اهم حاجه هي النقطه في ايه في قصه الجاهزيه دي والسرعه،
ان السفينه ساعه لما تحصل فيها الحادثه لازم تثبتها على الوضع اللي هي عليه بسرعه، لو سبتها شويه وتاخد وقت على ما توصل لها والاطراف ما تبقاش وصلت، السفينه بنقول احنا بتحفر لها بيت في المكان اللي هي شحطت فيه وقعدت فيه، زي ما حصل مع ايفر جيفن يعني دخلت جوه 12 متر والعمق بقى تحتيها متر وحصل لها جيب تحت كده في القاع، وبالتالي تبقى صعبه جدا ان انت تقطرها. فحته دي بقى اتعلمناها ان احنا لا ده لازم يبقى جنب الكونفوي قطارات ماشيه معاه، ما بتعملش حاجه غير ان لا قدر الله حصل حاجه تقدر تخش على طول. في المناطق اللي ما فيهاش ازدواج محطات ال 16 محطه الموجوده، المحطات اللي قرب المناطق اللي ما فيهاش ازدواج في قناه السويس بيبقى في قطارات قاعد متمركزه يعني وموجوده ورفع درجات السعاده عليها القطب بتاعتها وجاهزه تتحرك في ثواني، يعني بيتكلف 10 دقائق وربع ساعه المركز دي، او محطه 7 وربع بلغوني 7 ونص كان في قطرتين معاها شغالين معاها، ربع ساعة كمان أو ثلث ساعة كان في ثلاث أطرات، كان خمس أطرات في أقل من نص ساعة كان في خمس أطرات موجودين معاه، عشان كده اتلحق الموضوع بسرعة وقدرنا نحافظ على وضع المركب ما تحفرلهاش أو ما تخش زيادة، وقدرنا نخلصها في موضوع الخمس ساعات. خمس ساعات دي ليه بقى؟ في توصيل بقى بالوايرز وفي شغل في البحر اللي كانت مستعرضة برضه، فكان لازم أطرات من الخلف وأطرات من الأمام وتعمل تويست ليها، فدي اللي خد الوقت، لكن هم برضه يعتبر خمس ساعات ده نو تايم بالنسبه لان انت تنقذ مركب كبيره كده. طيب سياده الفريق، ايضا سياده الرئيس يمكن خلال اللقاء وجه بتطوير الجهود لانتاج مراكب صيد تستخدم محليا لصالح فئات الصيادين في البحيرات المصريه. ما القادم في هذا الصدد يا فندم تحديدا؟ تمام، احنا كنا طبعا بنعرض عليه اليخوت، كنا عرضنا عليه اليخوت وقلنا ان في الشركه دي بتعمل، فانت بتشوف الشركه دي عامل لنا سفن صيد للصيادين الشغالين في البحيرات اللي احنا بعد ما طورناها، طورت البحيرات طبعا المنزله وادكو ومريوط كل البحيرات دي كلها اتطورت، فقال مش عايزين الناس برضو تخش بنفس المراكب بتاعتها ضعيفه اللي حالتها مش كويسه وما بيطلعش منها انتاج كويس، يعني بيفضل حاله برضه هو لا يسر، يعني بيفضل بيجيب يا دوب كميه سمك قليله، فاحنا عايزين نديله مركب تكون حديثه وتكون جديده تشتغل بالطاقه برضه المتجدده ويكون فيها ثلاجه عشان يقدر يحفظ السمك ويكون تشتغل كمان بالشراعه ما تشتغلش مواتير عشان ما نلوثش البحيره بعد ما عملناها. يعني يكون حاجه قال يعني لي شوف كده مع الشركه دي ان احنا ممكن نعمل حاجه زي كده، وانا عايز كل الصيادين دول نديهم مراكب من مراكب الصيد دي لو عملناها اعلن عليها الديزاين، واحنا ممكن نصمم على طول ونشتغل ما دام احنا بنعمل هنا عندنا في مصر اليخوت دي، ممكن نعمل حاجه زي كده تبقى حاجه كويسه عشان ننقل حال الصيادين دول من حال الى حال. هو سابق وقال لي الكلمه دي انا افتكرت حياه كريمه، يعني قال احنا نخش القريه نخلص القريه ونطلع منها ويكون منتهيه كل حاجه، فبرضه يعني هي البحيرات خلصت اتطورت برضه عايز الناس اللي بتشتغل فيها او بتصطاد لمصلحتهم بيدور على يعني شوف ساكت بيفكر في ايه؟ بيفكر في شو يعني في حاجات بسيطه جدا، صياد غلبان على مركب انا لا هو مش مجرد اعانات، احنا عايزين نوجد له لقمه عيش، يعني يكون في عمل مستمر. لا مش لقمه عيش، هو بيطلع لقمه العيش. صحيح بالظبط، عايزه يبقى احسن، عايزه يبقى احسن، ويمكن يحول حاله. ويمكن ده سياده الفريق اللي احنا دايما عهدناه من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاهتمام بالمواطن البسيط، وكان دايما ده بيظهر يعني في ابهى صوره اثناء جولاته اللي احنا كنا بنشوفها، كان دايما بيتوقف ويسال المواطن ويطمن عليه. النهارده هو المواطن مش موجود لكنه في باله دايما، حتى في الاجتماعات مع المسؤولين زي حضرتك علشان يوفر فرص عيش وحياه كريمه للمواطن المصري البسيط تليق بيه وتليق بيه يعني دولة كبيرة بحجم مصر. سيادة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بنشكر حضرتك فندم على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر. حقيقة يعني جهود كبيرة جدا، وزي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم أعلى إيرادات لقناة السويس كانت 2021-2022 بقيمة 7 مليار دولار في توقيت تاني كورونا كانت مستمرة، ايضا الازمه الروسيه الاوكرانيه، ودايما عامل التوقيت ده بيكون مهم جدا عشان نقدر نحدد اذا كان فعلا اللي تم ده انجاز ولا كان تطور طبيعي او كان وضع طبيعي. يا رب دايما من نجاح لنجاح، ودايما كده يا رب ان شاء الله مصر تكون قادره انها يعني تواكب كل ما يحدث. دايما كنا بنتكلم يمكن احنا دلوقتي خلاص بقينا بنواكب صناعه السفن، اكبر سفن في العالم بقت بتعدي، اكبر حاويات بقت بتعدي في قناه السويس أكبر بدون غاطس بقى اي مشاكل. بالظبط صحيح، يعني لغه الارقام دايما يا جمانة، امام لغه الارقام يصمت الجميع. صحيح. لان لغه الارقام هي اكبر دلاله واكبر دليل على ان انت ماشيه في اتجاه سليم، ماشيه في اتجاه يعني محدد وعارفه هدفك فين ورايحه له، مهما بيتكلم اي حد دايما ماشيه في اتجاه